السلام عليكم. اليوم غنخدم معكم هاد الفازه هادي راها بالكارطون، وغنوريكم هاد الطريقه اللي درت هنايا هي بالورق. اما كتجي زوينه. انا غندوزو دابا نوريكم الكباري كيفاش استعملته. دابا غناخذ واحد الورقه بيضه، باش غناخذوا على الكباري ديال هذا بحال هكا. انا نوريكم كيفاش خديت هاد الكباري هذا. غناخذ واحد الورقه كنثنيها على جوج بحال هكا، ضروري خصني نثني على جوج. كناخذ من هنا لهنا 4 سنتيم مثلا، 4 سنتيم من هنا، ومن هنا 5 سنتيم. صافي كناخذ من هذه النقطه ديال 4 سنتيم كندير واحد نصف دائره بحال هكا، كنمشي حتى لهنا الشكل العبار اللي بغيت والطول اللي بغيت، كنمشي بحال هكا صافي. وكنعاود نفس الدائره نخرج لعند هاد 5. هنايا كندخل وهنا كنخرج صافي. ملي كنحلوها كيعطينا هذا الشكل هذا بحال هكا، كتعطينا هذا الشكل هذا. غادي نقطعوه فوا 4 على 4 المرات. كناخذو غير كارطونه عاديه بحال مثلا انا هذه غير كارطونه عاديه صافي، وكنحطو فيها هاد الكباري بحال هكا صافي. وكنقطعو 4 الوحدات. دابا غندوزو للتلصاق. كناخدو كولا ديال الصباط، صافي كناخدو هاد الكولا وكنديرو هنا وندرس شوية بشوية. انا غنحاول بحال دابا ملي غتبدا تلصق شويه، حيت هي شويه صعيبه في هذا باش تلصقي، انا غنساعد بهاد اللصقه سكوتش. صافي بعد ما لصقته من هنايا، هو ديك هاد اللصقه هادي غير باش كتساعد الكوله باش تشد بحال هكا، كيعطينا هاد النتيجه هادي. شتي ها هي لصقات مزيان. دابا نفس الطريقه غنديرها لهاد الاخرين اللي باقين. هذا دابا هو انا درت فيه الكوله، دابا غادي نلصقو غير بالسكوتش بحال هكا عاده باش نحلو. واخا يبان لكم بحال هكا راه ما لاصقش، ولكن راه غير لصق مع الكولا مزيان، عوض ما نبقاو شادينو بحال هكا حتى يلصق. حنا كنساعدو بهاد السكوتش. صافي هو بعد ما لصقتو يجي بحال هكا، يبقى لينا هنايا هاد المربع هذا. انا قطعت على قدو بحال هكا، كتحطيو في الطراسي صافي وغنلصقوه بحال هكا باش غادي يوقف بحال هكا. كنحطوه هكا وكنطراسيو. دابا هذا غادي نلصقو هكا، ناخد الكولا صافي نلصقو هكا على ديك الساعه. بقاو لينا بقات لينا شي زياده ولا شي حاجه غنحيدوها، نخليوها هكا تنشف. صافي بعد ما كملنا هو لصقناه كامل، لصقناه من هنا من هنا من التحت. لا الا بغيتو دوزو عليه سكوتش كامل يمكن لكم، انا درت غير هكا شويه. ودابا غناخد هاد الصباغه كاواتشو في البيض وغنصبغو كامل في البيض، نصبغو بهاد الطريقة. أنا دابا صبغت لكم غير هاد الجهة هنايا باش نوريكم الطريقة ديال كيفاش نخدمو هاد الورق هذا. أنا غنخليه ينشف وغنوريكم الورق كيفاش غادي نوجدوه. بالنسبة للورق كناخدو هاد
هاد الساشي هادو هادو اللي كيديروا فيهم كتكون فيهم كرواسون ولا اي حاجه. ها كاين بحال هاد الشكل هادو هكا كيكونوا منقطين بحال هكا كيكونوا هاد الساشيات هكا. ناخذوا هاد هاد الساشي هادي وغادي نقطعوها نبدا نقطعو فيها بحال هكا غير عشوائي غير بحال هكا بحال هكا. هكا انا غادي بغادي نوريكم غير الطريقه. غناخذ واحد الشمعه غنشعلوها وناخذ الورق بحال هكا ونبداو نحرقوه بحال هكا. صافي كيعطينا هاد النتيجه بحال هكا. ها هو كيبان لينا بحال مطراسين وبالكحل كيعطينا بحال هكا بحال هنا. صافي وغنبقاو نكملوا بهذه الطريقه بحال هكا. كنبقاو بحال هكا غادي نقطعو عشوائي ونحرقوه كيما عطانا. صافي بحال هكا انا هنا بعد ما حرقت هما الوراق هكا حرقتهم بحال هكا. غايه من الاحسن بحال دابا الوراق كناخذو بحال دابا اللي كيكونوا داك الساشيات وحده فيها مفتوحه وحدين ناصحين باش كيعطينا هاد الشكل ديال بحال هكا بحال تكون وحده مفتوحه وحده ناصحه. دابا غناخذ هاد الفازه بحال هكا واخا باقا ما نشفاتش مزيان غير باش نوريكم انا غير الطريقه وصافي. غناخذ هذه كوله ديال الخشب كوله ديال الخشب هي اللي غنلصقوا بها. صافي غناخذ بحال هكا الورقه مثلا غنبدا من هنا ندهن بحال هكا لاكور ونجيب هذه هكا ونعود عليها. صافي كنبقاو نكملو بحال هكا بنفس الطريقة حتى نكملو كامل. بحال هنا مثلا هنايا غندير حتى هنا من الفوق ومن الداخل. دابا إلا بغينا نكملو غنكملو حتى من الداخل نجيب بحال هكا مثلا تما وهنا راه كندير الكوله هنا صافي نحطو هكا بالينا ما تناش مزيان كنحطو هكا. كنفينيوها بحال هكا صافي نكملو كامل بحال هكا. صافي ونكملو بحال هكا بنفس الطريقة حتى نكملو كامل بحال هكا ندور عليه كامل. صافي كيعطينا هاد النتيجة بحال هكا. ومن بعد كنديرو ليه الفيرني هداك البرنيز اللي كنديروه فوق العود وداكشي هو اللي كنديروه هنايا كنفيرنيو باش كيعطينا صافي راه كيولي ما كيبقاش مفهوم كيعطيك بحال هكا.
صافي هذه النتيجه ديالو. وممكن لنا نخدمه باي كارت بحال دابا هذا، هذا توا نفس الطريقه، حتى من بعد ندير لكم الطريقه ديالو. توا نفس الكارت نفس الورق، توا قطعته بحال هكاك، ها هو خدمته. هذا باقي ما درت ليه الفيرني، باقي ما كملته، غندير ليه الفيرني غيعطي بحال هاد الشكل. صافي نتمنى هاد الطريقه انها تكون عجباتكم، وانا غنعاود لكم نفس الشكل ديالو في فاز واحد اخر، وندير لكم بلاطو مخدوم بهذه الطريقه هذه ان شاء الله. غنخدم لكم بهذه الطريقه بزاف، ونتمنى انكم تستافدوا، وشكرا.